للأسف وصلوني أخبار بلي أن بعض العيادات الطبية والعيادات ديال جراحة الأسنان غلقوا الأبواب ديال العيادات ديالهم، ووصلني مثلا إعلان يعني مختوم مطبوع الطبيب ديال العيادة، كما أن بعض المرضى خبروني بلي أن بعض الأطباء ديالهم مثل مثلا واحدة المريضة كتعاود ليها الطبيبة ديال الولادة ديالها غلقات العيادة. وكنشوف هذا أمر خطير، وأن على الطبيب باش يقوم بالدور ديالو أولا كطبيب وعلى قسم اللي اداه للمجتمع باش يخدم المريض، وبطبيعة الحال كمواطن، وثالثا من باب الإنسانية. إذا الأطباء غلقوا العيادات ديالهم، إلى الصيدليات غلقوا الأبواب ديالهم، فين غادي يمشيو هاد المرضى اللي كيتعذبوا وكيكونوا يعانيوا؟ بطبيعة الحال غادي يمشيو للمستشفيات العمومية. المستشفيات العمومية احنا عارفينها بلي دابا راه كتخدم بالليل وبالنهار، وما كيرتاحوش ديك المجموعة ديال الأطباء والممرضين اللي كنحييهم يعني بواحد القلب حار كتير، على الخدمات اللي كيقدموها في هذا الوقت الصعيب ديالنا. مثلا طبيب ديال الأسنان كيقول لي أنه هو ما كاينش خطر للحياة في جراحة الأسنان، هو لكن إذا مريض مثلا جاه أبسي وطلعت له السخانة أشنو غادي يدير؟ غادي يمشي بطبيعة الحال المستشفى ويزيد في الاكتظاظ، ونكتروا من الحركة ديال المواطنين والخروج من البيوت ديالهم، ونعمروا قسم المستعجلات أكثر وأكثر. لهذا أنا كندعي جميع الطاقم الصحي بما فيه الأطباء الممرضين وأطباء جراحة الأسنان يخليوا العيادات ديالهم مفتوحة للمرضى والمواطنين، وما يطلقوش المرضى ديالهم يسمحوا فيهم ويخليوهم مساكن منهم لراسهم، وربي يعلم شنو اللي غادي يوقع لهم. وكل بطبيعة الحال كل عيادة تقوم بالتعقيم ديال يعني المساحة ديالها، وتقدر كل عيادة تبدل البرنامج ديال العمل ديالها حسب المعطيات اللي عندنا دابا ديال هذا الوباء. وهذا وقت ديال التضامن، هذا وقت اللي خص كل مواطن مغربي يعبر بالفعل عن الحب ديالو للوطن ديالو، وماشي هي بالهضره والكلام والكتابه في الصحف وفي المقالات، ولكن يعني على ارضيه الواقع كيخصنا نكونوا مواطنين، وكل واحد يقوم بالواجب ديالو الى اخر نفس من الحياه ديالو. وقت الوحده، وقت التضامن. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.